طيب هنا الترمذي قال أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سورة الأنبياء. قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي. قال وثقه النسائي وذكر ابن حبان في الثقات، وأيضا وثقه يعقوب هو أبوه. قال حدثني أبي، أبوه هو يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص. قال ابن معين من أهل الصدق ليس به بأس. وقال النسائي ليس به بأس، وذكر ابن حبان في الثقات. قال حدثنا محمد إسحاق صاحب السير بن يسار كان موسوعة، ولذلك قال فيه شعبة كان حسن القول فيه جدا. قال شعبة هو أمير المؤمنين في الحديث. عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان القرشي من الثقات الأثبات رواه الجماعة. قال عن الأعرج وهي سلسلة معروفة، الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز من الثقات الأثبات رواه الجماعة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، أبو هريرة وسيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم قط في شيء أو في شيء قط إلا في ثلاث: في قوله إني سقيم لم يكن سقيما، وفي قوله لسارة أختي، وفي قوله بل فعله كبيرهم هذا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يكذب إبراهيم عليه السلام في شيء قط إلا في ثلاث. هذه فيها مسائل. أولا المسألة الأولى بأن مسألة الكذب على الأنبياء محالة ومستحالة إذا كانت في مسألة التبليغ، إذا كانت في مسألة الوحي والتبليغ محال على نبي الأنبياء أن يكذب في كل الأحوال. لذلك قال الله جل في علاه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، ولم تفعل فما بلغت رسالته. وكل نبي قد بلغ ما أمر الله بالتبليغ، لذلك مدحهم جميعا في كتابه سبحانه جل في علاه. فهذه المسألة الأولى، الكذب في مقام التبليغ والوحي هذا محال ومستحيل في الأنبياء، فإن الله جل في علاه قد اصطنعهم على عينه سبحانه جل في علاه. وأما مسألة الكذب في كلام الناس ففيه خلاف بين العلماء في الكذب في كلام الناس، يعني لو هل تسقط منهم الكذبة أو الكذبتين، على أن العلماء يرون بأن الكذب كبيرة إذا كان مكررا، يعني إن كانت سجية المرء الكذب فهذه كبيرة من الكبائر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب، فالوصف هنا مقيد للعقوبة الشديدة لتثبت الكبيرة. قال إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور، إن الفجور يهدي إلى النار، فصارت كبيرة بالتكرار. فأما الكذب والكذبتين في كلام الناس فلا تكون كبيرة ولا تسقط عادات المرء بذلك، لا سيما إن كان توابا أو وابا. فهل يقع من المؤمنين ذلك؟ هذا فيه نظر عند العلماء، وطبعا الخلاف وارد، الخلاف وارد عند العلماء، الخلاف وارد عند العلماء في هذا الباب على مسألة هل الأنبياء معصومون من الصغائر والكبائر أم لا، وهذا خلاف وخلاف معتبر، وإن كنت أدين الله بأنهم معصومون من الكبائر دون الصغائر، معصومون من الكبائر دون الصغائر، وأيضا معصومون من محقرات الصغائر. أما الكذب من أجل الديانة اللي هي التعريض من أجل المصالح في مسألة مقاصد الشريعة، فهذه تجوز، بل فعلها إبراهيم عليه السلام وقد قال الله تعالى: فأبو هداه مقتدي، لا سيما وأنك سترى بأن الحرب خدعة فيها ما فيها من التعريض، والتعريض مندوحة للكذب، مندوحة عن الكذب. والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن هذه المسألة التي وقع فيها إبراهيم عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان في حق الله، والثالثة كانت لسارة. قال ثنتان في جنب الله جل في علاه، وأيضا في الحديث الطويل حديث الشفاعة قال كذبات في جنب الله جل في علاه بقوله بأنه سقيم، وأيضا في قوله بل فعله كبير من دار هذا. أما لسارة كانت لإنقاذي وإنقاذ سارة. وهناك من نراه قد ذهب يوجه قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب إلا في ثلاث، فقال هذا ليس بكذب، وهذا خطأ بين، لأنه معارض لظاهر الحديث ومعارض حديث الشفاعة أيضا،
عندما جاءوا فقالوا أنت أبو الأنبياء، ألا ترى ما نحن فيه، ألا تشفع لنا، ألا تتوسل لنا؟ فقال إبراهيم عليه السلام قال إني كذبت في جنب الله كذبات ثلاث، اذهبوا إلى موسى هو كريم الرحمن. فالذهاب والمجيء من أجل التأويل وهو يكون تحريفا ويكون مخالفا لظاهر الحديث فليس بجيد، لكن ثبت أصل الحديث والظاهر ثم ذلك وجه التوجيه، والتوجيه أنه كانت في ذات الله، وهذه من باب التعريض وليس من باب الكذب الصريح. ففي تعريضه في المعاريض الأولى أنه قال إني سقيم، هو لم يكن سقيما، والمعنى أنه سقيم أنه أوهمهم لما طلبوا منه الخروج لعيدهم وعيد كفري، فلما طلبوا منه الخروج أوهمهم بأنه سقيم ونظر في النجوم فقال إني سقيم، فأوهمهم بالنجوم لأنهم كانوا يتعبدون النجوم وكأنهم يرون بأنها لها تأثير، لها تأثير ويتعبدون بذلك، فأوهمهم بالنظر إلى النجوم وقال إني سقيم. وكان الهدف من ذلك أن يحيل أنظارهم على ما سيفعله بأصنامهم ليعلمهم أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر. فذهب فكسر أصنامهم إلا الكبير ووضع الفأس عليه، ولما سألوه من فعل هذا بآلهتنا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أولا الإجابة في الأولى لما قال إني سقيم يعني كأنه قال فعلى اعتقادكم أنني سقيم ولست بسقيم، وقد قال بعضهم كان يقصد إني سقيم يعني قلبي سقيم يعني قد امتلأ حزنا مما أنتم فيه بعبادة غير الله الذي فعلها، وأنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا. أما الثانية ففي قولي بل فعله كبيرهم هذا، ففي الآية إثبات على التعريب أنه قال بل فعلهم كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون، علق ذلك على المستحيل، ومعنى ذلك لو كانوا يفقهون في لغة إبراهيم أنه ما قال أنه فعله، هو قال بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون، فسألون كانوا ينطقون يعني إن كانوا ينطقون سيقولون أوهمهم هنا سيقولون هو الكبير، ومقصده أنه علق ذلك على النطق، لو كانوا ينطقون يبقى هو الذي فعله، لكنهم لا ينطقون فأنا الذي فعلت، وهذا الذي أضمره عنهم، فلا تعد كذبا لكن تعد مندوحا عن الكذب. وأما الثالثة فكانت لسارة رضي الله عنها وأرضاها، وكان الملك جبارا وكانت هي من أجمل النساء، فعلم أنه لو علم أنها زوجته لقتله من أجل أن يتخلص منه ليصل إليها، فقال هي أختي، فقال أرسلها، فذهب فقال ليس أحد على وجه الأرض على هذا الدين إلا أنا وأنت، ثم ذكر لها ما حدث وقال أن فقلت أنت أختي، وقصد أخته في الإسلام، وهذا حق لأنه ما في أحد على دين الإسلام إلا هو هي. فلما ذهبت حدث ما حدث، أن الله رد الكافر رده الله الذي فعله وخسئ ولم ينال يعني لم ينال خيرا، بل نال إبراهيم كل الخير، حسن ظن بالله الذي فعله نال إبراهيم كل الخير، لأن الله تعالى قد كافأه بأن بعث يعني هذا النمرود بعث معها هاجر، وكان من هاجر إسماعيل عليه السلام. فإذا هذه الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لإبراهيم عليه السلام كانت من المعاريض التي هي مندوحة عن الكذب، وثنتان منهما كانتا في جنب الله، والثالثة كانت لسارة، والحق أنها أيضا كانت في جنب الله، لأن إبقاء الموحد عبادة لله. ألم تروا كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في غزوة بدر، اللهم انت أهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم. نعم، الفوائد المستنبطة، فضل إبراهيم عليه السلام، فإذا ثنية المعاريض مندوحة عن الكذب وليست كذبا صريحا، الأصل أن يبقى ظاهر اللفظ على ظاهره إلا أن تأتي قرينة تصرف عن الظاهر، لأنه قال لم يكذب، فكل من وجه توجيهات بمنع الكذب أخطأ لأنه خالف الظاهر بلا بينة. التوحيد نجاة، التمسك بالتوحيد نجاة، أنجى الله إبراهيم بل مدحه إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفة. ما أدري شفع ما هذه أموت، أنا غالب ظني أنها أربعة.
الأمة أحوج ما تكون إلى فقير. هذه الخمسة إن شاء الله، الأمة أحوج ما تكون إلى فقير. أريد أن أعرف هذه الفائدة من أين استنبطناها؟ لو في أسئلة تفضل حتى نختم سنة ابن ماجد. لا إله إلا الله، الحمد لله، المجرى من الله، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أين فعل إبراهيم؟ أنا أريد هذا، صح من فعل إبراهيم، أين فعل إبراهيم؟ إلا في ثلاثة المرات، لكن أي لكن؟ فقه بأعمال المفاسد والمصالح. طيب ممتازة منصور، نعم هو الحق في ذلك كما قلتم جميعا، إجاباتكم كلها سديدة، لكن في التفصيل في هذا الباب هو فقه إبراهيم في الأبواب في هذا الباب، كيف أوهم من أمامه وأراد غير ذلك تحقيقا لتوحيد الله جل في علاه. نعم، وهي تقرب من الوسائل لها أحكام المقاصد، وليس في كلام من طالب أن الوسيلة الغاية تبرر الوسيلة أبدا، هذا منهج معوج جدا، مسألة الغاية تبرر الوسيلة منهج معوج جدا، بل الوسائل تكون حلالا كما أن المقاصد حلالا. نعم. طيب نختم اليوم إن شاء الله بسنن ابن ماجه، بقول كما قال المصنف كتاب الجهاد، قال: باب الخديعة في الحرب، باب الخديعة، باب الخديعة في الحرب. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أمي وهو من الثقات، وهو يحدث عن أبيه عن غيره. قال: حدثنا يونس بن مكيف، يونس بن مكيف أبو بكر، قال ابن معين صدوق، في رواية قال ثقة، قال ابن معين ليس عنه ليس به بأس، قال أبو حاتم الرازي محله الصدق، قال
عن محمد بن اسحاق صاحب السير قلنا واسف العلم قال فيه شعبه امير المؤمنين في الحديث عن يزيد بن رومان ويزيد بن رومان الاسدي مولاه المدني القرن قال ابن معين ثقه قال ابن معين ثقه قال النسائي ثقه وقال ابن سعد كان عالما كثير في الحديث ثقه قال عن عروه وعروه بن الزبير اللي هو اثبت الناس لعائشه كانت تتهم كان عابدا وقال هشام يصوم يوما ويفطر يوما وكان قواما وهو من الفقهاء السبعه على عائشه رضي الله عنها وهي اعلى نساء العالم السبعه المكثرين عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة الحرب خدعة وهي مثلثة خدعة 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 وأيضا في الرواية الأخرى قال حديث حرب بن أميس حدثنا يونس بن كما مر علينا قال حدثنا عن مطر بن ميمون مطر بن ميمون المحاربي أبو خالد الكوفي لكنه فيه ضعف قال البخاري منكر الحديث شدة التضييق قال ابو حاتم الرازي منكر الحديث وابو زرعه نفس الامر يعني قال عن عكرمه عكرمه مولى ابن عباس وهو لم يصح ما قيل فيه براء الخوارج لذلك اعتمده البخاري قال عن ابن عباس وعبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه وهو من عبدين الاربعه والسبعه المسلمين العاملين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعه والحديث صحيح بسابقه حديث صحيح بسابقه العلماء يقولون الحرف خدعة هي مثلثة تروى بالفتح والضم قلنا بالسكون خدعة 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 وهي خدعاء يعني المقاتل خدع مرة إذا لم تكن له لم تكن لها إطالة يعني والخدع من الخدعة في 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 قولنا بالفتح خدعة يعني الحرب ينقضي أمرها بخدعة واحدة من الخداع أي أن المقاتل إذا خدع مرة واحدة لم تكن لها إطالة خلاص انتهى خدعة ومعنى الثاني هو الاسم من الخداع الثالث أن الحرب تخدع الرجال هي خدعة أن الحرب تخدع الرجال وتمنيهم ولا تفي لهم تحسبون بالغنائم ولا كما يقال فلان يعني رجل لعب وضحك كثير لا كثير كثير الضحك روح له يعني روح إليه من جميع الأخطار وهذا الحديث أصل في جواز استعمال أساليب الخداع والتمنيه والمعاريض على العدو في الحرب نعم ولان هذا من المصالح المحققه في هذا الباب لا سيما بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد استعمل النبي التوريه والمعاريض في الحرب فهي نوع من الخداع والتضليل كما في الصحيحين عن كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوا الا وروى بغيره لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوا الا وروى بغيره وقد تعرف ان النبي استخدم المعريض ايضا عندما جاء الرجل وهو في طريقه الى المدينه المهاجره واضطرب نفسه فقال له يريدون انت في المسجد قال لله حسب السامع ما امنت فلان وفلان المقصد ذلك ما يعني كما قال الله جل في علاه فهنا في قول يريد قصبه اذا ورى بغيرها المراد انه اذا اراد ان يغزو جهد المشرق المغرب يعني لفت الانتباه والانظار الى جهه المغرب وهو يريد بلاد المشرق وهذه من الاساليب التي يضاف فيها عدو مكانه مثلا حتى مدينه كتب في كل غزوه الا في الفتح تركها مشهوره حتى يحتاط اهل مكه ويسارعون في مقاتل النبي صلى الله عليه وسلم فلا تحدث الحرب عليه فاضل عليه ومن من اساليب ايضا تقليل العدو في الحرب الكذب قد قال بعض العلماء انه وان كنا الحرب خدع اذا يجوز الكذب فيه لا سيما ان الانسان نهى عن الكذب الا في ثلاث ومنها الكذب في الحروب على اهل الكفر لانهم يريدون تقويض الاسلام واهل الاسلام لذلك ترى ان حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل محمدا
اسلم الى كعب بن الاشرف يقتله، فقال له يعني قال له ايه اذن لي بالقول، يعني بالقول فيك، قال اذن لي بالقول، قال اذن لي. وفي قول محمد بن مسلمة قال فاذن لي ان اقول فاذن له، ومعناه طلب اذن ان يقول ما يطمئن كعب بن الاشرف له ويؤنس حتى يتمكن منه. فأذن له وصرح له بجواز ذلك أن يكذب عليه، وقد كذب عليه بشأن محمد صلى الله عليه وسلم حتى تمكن من كعب الأشرف، فأراح الله الدنيا من هذا الكافر العنيد. ولذلك في الحديث دلالة على جواز خداع الكفر بالتورية والمعاريض والكذب الصريح، ولأن المصالح اقتضت ذلك، ولأن الإنسان أباح هذا الأمر لمصلحة أعظم حتى يرد كيد الكافرين. اتفق العلماء كما نقل النووي وغيره، اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب، وكيف أمكن الخداع فإنه يجوز إلا في حالة واحدة. شوف عشان تعلم أخلاقيات الإسلام، إلا في حالة واحدة أن يكون في الكذب نقض لعهد أو أمانة، زي عمر بن الخطاب قال من أشار إلى أحد فنزل فقتله لا أنكلن به نكالا، لأن في هذا الكذب مع نقض الأمانة، فأنه لما أشار إليه فأنه قال انزل وهك الأمان، فلما نزل قتل. هذا لا يجوز، لأن الخيانة ليست من طبع أهل الإسلام. الخداع نعم، ولذلك شوف الله تعالى قال يخدعون الله وهو خادعهم، فاستدرجهم من حيث لا يعلمون. فلذلك العلماء يقولون باتفاق يجوز خداع الكفر أهل الكفر بالمكيدة، لكن لا يجوز إذا كان الأمر سيصل إلى نقض عهد أو أمان، فهذا لا يجوز في حال الأحوال. ولذلك قد صح الحديث عن سلم أنه استثنى الكذب من ثلاث أشياء في أهلها، من أحد الأشياء الثلاثة هي الحرب، وفيها أخذ الحذر في الحرب والندب إلى خداع الكفار، لأن هذا فيه نصرة للدين ونصرة للإسلام وأهله. لعموم قول ابن سلم الحرب خدعة، إذا هذه المسألة في مقاصدها تنجي منازلها، وكل إنسان يستطيع ذلك فهو محسوس عليه من مأمور به وله في ذلك الأجر. فمعنى الحرب خدعة هو استخدام كل الأساليب التي يستطيع المسلم بها الإشغال على أهل الكفر بما يعادلها ويقاتل منهم على الإسلام. انتهينا بهذا الخطبة الأولى، ختم الله لنا اليوم وإلى الحمد بنا الفوائد المستنبطة من الأحاديث. اعتبار المقاصد في التشريع، اعتبار المقاصد في التشريع، وليس كل أحد. نعم ورف تبوك، نعم مبارك يا منصور، بوركت ورف. أما أذن اعتبار المقاصد في التشريع، وهذه ليس لأي أحد يتكلم عنها، يتطبعها أن يجد في نفسه العلم والآلة في ذلك. لا والله بل هم القرار، بل سماه النبي نصرا عندما قد استلم الراية سيفا من سيف الله سله الله على أعداء الله، يجعل الله النصر على يديه. ولله الحمد منا في كل هذه الظروف قد ختم الله لنا هذه الدروس اليوم، فضل لا ينفعله. لو في أسئلة فضل.